صباح الخير أعزائي الطلاب، سعدت بلقائكم. طلاب الصف الثامن، أنا المدرسة سوسن عقبيق من ثانوية الواقدي للمتفوقين، ورافقني مجموعة من الطلاب المتميزين. ممكن نتعرف على الأسماء؟ الطالبة جودي الوهبي، الطالبة شهد الجهني، الطالب محمد علي إبراهيم، الطالب حمزة إبراهيم، الطالب ليث مقداد. اليوم درسنا أعزائي الطلاب عن شعبة الرخويات من الحلزون. شعبة الرخويات هي شعبة بالسلم التطوري، حيث نلاحظ أكثر تطورا من الشعب المؤلفة للفقريات. تماما، نتعرف فيها مثالا عنها على الحلزون، حلزون الحدائق. تماما، إذا قمنا برحلة مدرسية إلى منطقة وجود أو إلى غابة معينة، بأي مكان ممكن أن نرى الحلزون؟ نراها على شكل مجموعات تحت الأشجار أو تحت أوراق الأشجار الميتة أو على الحجار في الحقول أو على جذوع الأشجار. ممتازة، إذا أين يمكن أن نراها؟ على تحت أوراق الأشجار الميتة وفي مجموعات وعلى الصخور وبعض جذوع الأشجار. تماما، إذا نميز بالحلزون. إذا أتينا ونظرنا إليه سنميز ما يلي: الجسم كامل، الجسم كامل مؤلف من قوقعة وجسمين رخو. إذا القوقعة وجسمين رخو، القوقعة هنا وهذا الجسم الرخو، نلاحظ تماما. الآن لا، من الأول بداية. تمام، هنا سنتعرف أقسام جسم الحلزون المؤلف من القوقعة والجسم الرخو. الجسم الرخو مما يتألف يا محمد؟ الجسم الرخو يتألف من الرأس والقدم العضلية والكتلة الحشوية الموجودة ضمن القوقعة. تماما، إذا الرأس والقدم العضلية والكتلة الحشوية الموجودة ضمن القوقعة. بالنسبة لحمزة، حمزة يا ترى الرأس بماذا يتميز؟ الرأس يميز ماذا عليه؟ الفم ومجسان بصريان ومجسان الفم. بما مجهز الفم؟ ماذا يحيط بالفم؟ مؤلف من ثلاث شفاه. تمام، شفتان جانبيتان وشفاه عليا. تماما، شفاه جانبيه وشفاه عليا. هنا الفم نلاحظ عليه شفتان جانبيتان، الشفاه الثلاث شفتان جانبيتان وشفاه عليا. بما اذا فتح الفم عند فتح الفم نميز التصاق فك تيني قاسي، ونميز لسان لسان موجود عليه أسنان كيتينية قاسية، ويسمى هذا اللسان باللسان المبردي. يتواجد عليه 6000 سن، 16000 سن. وتتميز هذه الأسنان بأنها تتجدد باستمرار. تماما، تتجدد باستمرار. إذا الرأس نميز في مقدمته الفم الذي يحيط به ثلاث شفاه، شفتان جانبيتان وشفة عليا. تمام، سنلاحظ عند فتح الفم أنه يلتصق بالشفة العليا فك تيني سميك، ونلاحظ امتداد للسان الذي يتوضع عليه أسنان كيتينية دقيقة جدا. الأسنان الكيتينية الدقيقة جدا الموجودة على هذا اللسان عددها ما يقارب 16000 سن، قابلة للتجدد. لماذا قابلة للتجدد شهد؟ لأنها إذا في حال ذوبانها تتجدد باستمرار. في حال ذوبانها نتيجة ماذا؟ نتيجة الحرارة. نتيجة الحرارة شهد، نتيجة التغذي على بقايا النباتات. إذا امتداد اللسان الذي توضع عليه أسنان كيتينية دقيقة جدا عدده 16000 سن قابل للتجدد. هل الآن الرأس نلاحظ أنه يحمل شفعان من المجسات يا جودي، ما هي أنواع المجسات التي يمكن أن يميزها على رأس الحلزون؟ يحوي شفع من المجسات لمسي وشفع من المجسات بصري. إذا أولا مجس بصري، مجسان أين يتوضعون؟ في أعلى الرأس. في أعلى الرأس. بصريان على الرأس ينتهيان بماذا؟ بعيون. ينتهيان بعيون. هذه العيون ماذا مهمتها؟
التمييز بين الضوء والظلام؟ يعني تقريبا الرؤية فيها ضعيفة، الرؤية فيها ضعيفة، إذا لذلك ندعو هذان المجسان الخلفيان مجسام بصريان. أيضا نميز بمقدمة الرأس ماذا؟ إلى لمسيان. مجسان لمسيان، المجسان اللمسيان يا ليث ماذا مهمتهما؟ هو لمسيان صغيران قصيران يوجدان في المقدمة، مهمتهما الاستكشاف عن الغذاء تماما، وعملية الشم والشم. إذا نلاحظ على الرأس يحمل شفاه من المجسات الجفع اللمسي الأمامي الصغير المتجه نحو الأسفل لاستكشاف الغذاء، هذان مجسان لمسيان يتجهان نحو الأسفل لاستكشاف ماذا؟ الغذاء تماما. أما الشفع البصري الذي ينتهيان بالعينين تمام مرفوعان نحو ماذا؟ الأعلى، في نهايتهما العينان البسيطتان، والرؤية عند الحلزون ضعيفة. القدم العضلية، القدم العضلية هذه القدم العضلية، القدم العضلية لماذا؟ تلك القدم العضلية تكون غامقة اللون، يعني غامقة عن بقية جسم، ملاحظ أنه لونها بيكون أغمق من بقية أماكن جسم، بيكون مغطى بخطوط عديدة عديدة. نميز أخيرا الكتلة الحشوية اللي هي معظم الأجهزة التي تساعد على الاستمرار بالحياة، جهاز الهضم، جهاز التناسلي، جهاز الدوراني تمام، جهاز التكاثر، موجودين جميعهم وأين؟ في القوقعة، داخل القوقعة. سنلاحظ أن الكتلة الحشوية هدول كلهم هدول يكون محاطة بكيس نسميه الكيس الحشوي، يحاط أيضا بما يسمى المعطف، المعطف تماما بعد القوقعة. إذا الكتلة الحشوية يحيط بها ضمن القوقعة المعطف الذي له وظيفة ماذا؟ الذي له وظيفة ماذا محمد؟ مسؤول، المعطف مسؤول عن إفراز مواد اللازمة لتشكيل ونمو القوقعة. تماما، إذا الإفراز المواد الكلسية اللازمة لماذا؟ لنمو القوقعة. تماما، ملاحظة، نلاحظ أنه إذا أردنا أن نتعرف ما بداخل القوقعة، وكيف ماذا يمكن أن بما يقوم بماذا نقوم؟ يجب أن ننزع القوقعة وذلك بفتلها بعكس لفاتها. تماما، بفتلها عكس لفات الحلزون، عكس لفات الحلزون، عكس لفات الحلزون. يعني مثلا مثلا هنا لفات جسم الحلزون هنا مو واضحة كتير، بس هون نلاحظ أن اللفات آتي بهذا الشكل، نحن لفى بالاتجاه المعاكس، نحن لفى بالاتجاه المعاكس لعكس اللفات تماما، وبذلك نستطيع أن نرى ما تحويه من الكتلة الحشوية، الكتلة البيوض، البيوض ممكن أن نراها من تحت، إذا أردنا أن نراها من داخل القوقعة. الآن سنبدأ بما يميز الوظائف الحيوية عند الحلزون. بداية سنلاحظ أولا ما يميز الحس، الحس عند الحلزون إن حاسة البصر عند الحلزون بدائية، يعني بسيطة، العيون بسيطة تمام، حيث يقوم الحلزون بتحريك المجسين البصريين، المجسين البصريين هذين إلى كافة الاتجاهات، بكافة الاتجاهات. بالنسبة لحاسة الشم نلاحظ أنها متطورة، متطورة بفضل ماذا؟ المجسين القصيرين الأماميين المتوضعين في الى الناحيه الى الناحيه الاماميه من الراس. اما حاسه اللمس لديه متطوره ايضا، لديه متطوره، ذلك فضل الخلايا الحسيه التي تتوزع في كثره وين؟ في القدم، في القدم. كما ان المجسان اللمسيان سيساعدان ايضا في الحصول على الغذاء، على الغذاء. معلومات من الممكن ان نلحظها، ان من الممكن ان نتساءل هل يسمع الحلزون؟ هو من الحيوانات الصماء التي ليس لها اذن، ليس لها اذن. ننتقل الى الجهاز العصبي عند الحلزون. الجهاز العصبي عند الحلزون مما يتميز او بما مما يتالف جودي؟ من عقد عصبية متفرعة في جميع أنحاء الجسم. عقد عصبية يتفرع منها أعصاب، أعصاب تتفرع بجميع أنحاء الجسم. إذا الجهاز العصبي بسيط، مؤلف من عقد عصبية تتفرع إلى أعصاب بأنحاء الجسم كلها. ما الذي يدل على وجود جهاز عصبي عند الحلزون؟ تفضلي.
قصدي سرعه انه سرعه اختبائه في حال شعوري بالخطر. خوف. تماما تمام. سرعه اختباء الحلزون ضمن القوقعه دليل على وجود جهاز العصبي. اذا في حال شعوره بالخطر او البرد او الحر يقوم ماذا بالاختباء ضمن القوقعه بحيث يغلق فوهتها. بماذا يغلق الفوهة في حال البرد والحر الشديدين؟ بغطاء كلسي مخاطي إلى حين أن حدوث الشروط المناسبة لخروجه من جديد. إذن من الممكن أن يغلق فوهته بغطاء كلسي مخاطي يحوي ثقوب ليستمر التنفس. عملية التنفس مكتين. ليس غطاء كتين، غشاء مخاطي كلسي ليس كتين، وإنما فيه ثقوب للاستمرار بعملية التنفس لتسهيل عملية التنفس لديه. الحركة يتحرك الحلزون ببطء باستخدام عضلات قدمه تاركا خلفه أثرا لامعا. ممتاز. إذا تاركا خلفه أثرا لامعا. ننتقل إلى جهاز الدوران عند الحلزون. جهاز الدوران هو نفسه جهاز النقل. جهاز النقل الذي مؤلف من ماذا؟ يتألف جهاز الدوران عند الحلزون من قلب وأوعية دموية ودم. قلب وأوعية دموية ودم. القلب هذا مهم لهون، يتألف من أذينة وبطين. أذينة وبطين. الأذينة متصلة مع قليل من الأوعية الدموية التي تتفرع ضمن رئة واحدة موجودة ضمن القوقعة في ضمن الكتلة الحشوية. تماما. أما بالنسبة للبطين فإنه ينفتح إلى فتحة توزع الدم إلى جميع تجاويف الجسم. بما معنى أن القلب عندما يضخ الدم العديم اللون عند الحلزون ينتشر أو ينتقل الدم إلى جميع تجاويف الجسم ويغمرها. تماما. ثم يعود إلى القلب مرة أخرى من خلال ماذا؟ دخوله إلى الرئة والأذين. تماما. إذا يتم ضخ الدم العديم اللون إلى جميع تجاويف الجسم من خلال البطين. تمام. هذا البطين إلى جميع تجاويف الجسم حيث لا يوجد أوعية لنقل الدم. لا يوجد أوعية، لذلك هو من النمط ماذا؟ المفتوح. إذا حيث لا يوجد أوعية لنقل الدم ليرجع الدم مرة أخرى إلى من تجاوف الجسم إلى الرئة ومنها إلى الأذينة. تماما. إذا أن جهاز الدوران عند الحلزون من النمط المفتوح. ننتقل بعد ذلك إلى تنفس. إلى جهاز التنفس. التنفس عند الحلزون. نميز نوعان من التنفس عند الحلزون. جودي، ما هما نوع التنفس عند الحلزون؟ أنه يتنفس من خلال رئته الواحدة أو من خلال جلده. تماما. هذه الرئة يمكن من خلالها تتم عملية التنفس. أو هنا في على قرب القوقعة هنا يتواجد فتحة تنفسية رقيقة جدا، يعني يجب أن لا نمسك القوقعة منها لأن منطقة ترية تمنع تنفس الحلزون. تماما. نغيرت. تمام. التنفس هذا نسميه تنفس رئوي من خلال ماذا؟ رئة واحدة. ومن الممكن وليس من الممكن أكيد ويرافق التنفس الرئوي تنفس من خلال جلده الرطب، ويجب أن يكون جلد رطب حصرا، يعني يجب أن يكون الجلد مغطى بغشاء مخاطي لتسهيل عملية التنفس عن طريق الجلد. الآن هذه الفتحة التنفسية التي قلت عليها التي يمكن من خلالها أن يتنفس الحلزون، هنا ليست واضحة، هنا أوضح. الآن ننتقل إلى الإطراح عند الحلزون. الإطراح عند الحلزون يتكون من ماذا محمد؟ الإطراح عند الحلزون، جهاز الإطراح يتكون من كلية وحالب وفوهة إفراغية.
فائدته ماذا؟ طرح الفضلات السائلة خارج الجسم. تماما، إذا تنقية الفضلات السائلة من الدم وطرحها خارج الجسم عبر الفوهة الإفراغية. تواجد جهاز الإطراح وين؟ أين يتواجد جهاز الإطراح؟ في الكتلة الحشوية. تماما، كلية هذه الكلية والحالب. تماما، إذا كلية وحالب يتواجدان، نلاحظ هنا وين؟ ضمن الكتلة الحشوية داخل الحشوية. تمام. ننتقل إلى التكاثر عند الحلزون. أفراد الحلزون بشكل عام خناث. حلزون حدائق. حلزون بالذات خنثى. يتميز أو تتميز الأفراد هنا باحتوائها على غدة تناسلية تعطي أعراض. تعطي الأعراض المذكرة النطاف والبيوض والأعراض المؤنثة البيوض. تماما، اذا الاعراس المذكره والاعراس المؤنثه، هذه الغده التناسليه تمام تنتج نوعين من الاعراس، الاعراس المذكره والاعراس المؤنثه. نلاحظ هنا ان الالقاح رغم وجود الاعراس المذكره والمؤنثه ضمن الفرد الواحد لا يكون الالقاح ذاتي. ليس من الممكن ان يكون الالقاح ذاتي. لماذا يا محمد؟ لا يتم الإلقاح الذاتي عند الحلزون لأن النطاف تنضج قبل البيوض، حيث يلجأ الفردين إلى تبادل النطاف ثم يفترقان. لتبادل نطافهما ثم يفترقان. ممتاز. إذا الفرد نلاحظ هنا عم يحدث عملية الاقتران وتبادل النطاف، وهنا يحدث عملية الاقتران وتبادل النطاف. سنلاحظ أنه نتيجة التبادل النطاف يكون هناك من بعد تبادل النطاف الإلقاح داخلي، أي ضمن الفرد الواحد يحدث ماذا؟ إلقاح داخلي. مجرد ما حدث الإلقاح الداخلي تمام تتشكل ماذا؟ البيوض الملقحة. البيوض الملقحة بعد عدة أو بعد فترة من الزمن، تضع هذه الأفراد، يعني الحلزون، كلا الحلزونان يضعان البيوض التي تم أو البيوض الملقحة، يحفران التربة تمام ويضع البيوض ضمنها ويحضع البيوض ضمنها. ممكن أن نرى وضع البيوض ليس فقط على التربة، ممكن أن تكون على أجزاء أو بعض المناطق من النباتات تماما. كالتالي هنا يتم وضع البيوض على بعض جذوع النباتات أو سوق النبات. تماما. إذا حلزون بالنهاية هو يتميز بأنه خنثى، حيث أن الغدة التناسلية فيه تنتج الأعراس المذكرة النطاف والمؤنثة. في الفرد الواحد تنضج النطاف قبل البيوض، لذلك يتم تبادل النطاف الناتجة من خلال الفتحة التناسلية الموجودة خلف المجسين البصريين. إذا الفوهة التناسلية أين موجودة؟ خلف المجسين البصريين وخروج البيوض من خلال فوهة التبويض. تبويض. أي أن الفوهة التبويض غير الفوهة التناسلية، يعني موجود على جسم الحلزون عدة فوهات. تمام؟ إذا ولأجل ذلك الإلقاح لا يكون ذاتي مثل ما قلنا. بعد الاقتران بين الفردين يفترقان وكل منهما ولعدة أيام يضع بعد ذلك بيوض الملقحة في حفرة في التربة لتخرج خلال أسابيع الحلزونات الصغيرة. انتهينا. ننتقل الآن إلى نتعرف على أهم صفوف الرخويات، أهم صفوف شعبة الرخويات. أولا بطنيات القدم. بطنيات القدم كالتالي، هذه الصورة نلاحظ هنا الحلزون البري التي تكون قوقعته مجوفة. أما بالنسبة لثانية فأسيات القدم من ذوات المصراعين، مثالها المحار ذي القوقعة ذات ماذا؟ المصراعين. ويكون تنفسه ماذا؟ غصمي. هذا المحار يكون المحارة مؤلفة من مصراعين. رأسيات القدم مميز أنه يكون
فيها القوقعة إما داخلية أو تكون خارجية. عديمة القوقعة عفواً تكون القوقعة داخلية مثل الحبار، وتكون ومن الأنواع التي لا يوجد فيها قوقعة الأخطبوط. يكون في هذه الأنواع التنفس أيضا غلصمي. بتشكر مرافقتكم إلي أعزائي الطلاب، وإن شاء الله بشوفكم بدرس آخر. يعطيكم ألف